من قبل أيام قليلة تفاجأ الجمهور من حذف كل من ليا حمزة وخطيبها حسام لصورهم اللي بتجمعهم ببعض وإعلانهم عن نهاية علاقتهم من بعد حفلة خطوبتهم اللي أقاموها بلبنان بحضور عدد كبير من المشاهير. وأكدت ليا انفصالهم من خلال ستوريهات انستغرام، وطلبت من الناس التوقف عن الحديث عن الموضوع من بعد انتشار خبر انفصالهم مع عدة إشاعات عن أسباب الانفصال. أول شيء شكراً لكل اللي سألوا عنه. أنا لما طلبت أنه نوقف نحكي عن الموضوع كنت عن جد مش عم بمزح، يعني بهالثلاث أيام اللي أنا كنت غايبة فيهم تيك توك واليوتيوب وكله فيديوهات وعالم عم تحكي من عندها سبب الانفصال. عادي يا جماعة، الحياة اسمه ونصيب ونحن لازم نرضى بالقدر اللي ربنا كتب لنا إياه. يعني أنا بنت بيت وحسام ابن بيت، هيدول الإشاعات خانة وخانته وعملت وساوة يا جماعة، ما في منهم هالحكي، ما في منه هيدا الحكي. فبعد فترة من انقطاعها عن التنزيل شاركت لياها الستوري مع أغنية كانت كلماتها عشان لو تاني رجعنا تتعلم من الأيام دي، وشاف البعض إمكانية عودتهم لبعض. لتشارك بعدها ليا ستوريات تشكر من خلالها الجمهور على مساندتها ومساندتها لحسام بهالفترة، وتوضح سبب غيابها عن السوشيال ميديا كل هالفترة، ولكن ما جابت سيرة عودتهم لبعض وما وضحت سبب مشاركتها لهذا كل ستوري. فشو رأيكم أنتو؟ هل ممكن نرجع نشوف ليا وحسام مع بعض مرة ثانية أم لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. هيدي الستوري اللي بدي أعملها هيدي شكر خاص بس للعالم اللي عن جد ما تركتني لحظة لحالي، عن جد اللي ما سألتني بس لتعرف أخبار، العالم اللي فكرت بمصلحتي قبل مصلحتها، اللي ولا نهار حبيت إنه ما تسأل عني، بالعكس كل يوم عم يسألوا عني وطبعا عن الطرف الثاني. أنا بدي أتشكركم كتير من كل قلبي لأنه كتير حلو الإنسان الصديق مثل ما بيقولوا يفكر بمصلحة رفيقه قبل مصلحته ويفرجيه إنه هو مهم عنده.